ويا حي الله، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ يا ربي تكونون بخير وبصحة وسلامة. يوم جديد وبلوج جديد، واليوم انا في مدينة جديدة عند بيت اختي في مدينة صغيرة اسمها مدينة لين شوبينج. حبيت استكشفها اليوم، يعني مدينة تعتبر نوعا ما صغيرة، فيها تقريبا 100,000 نسمة. مدينة جميلة، مدينة جامعية، فيها مناظر وحدائق جميلة، واخذكم وياي واصور لكم بلوج كذا خفيف لطيف، بعدين ندخل الاجواء، يعني نصور بلوجات ونمنتج ونسوي. عاد ادعمونا بلايك انتو وتفعلوا مع الفيديو بالتعليقات الجميلة هذه، واشترك بالقناة اذا مو مشترك. فخلكم ويانا، يلا نروح. شفت كيف؟ معانات كل يوم. تمشيط الشعر هذا لكل واحد يسأل كيف تمشطه، هذا هو الماجيك. انا الحين في داون تاون حق مدينة لين شوبينج، المدينة الجميلة صراحة، سنتر حلو، مباني تعطيك يعني اثر تاريخي شوية قديم. بعد طبعا هذه المدينة مشهورة بالجامعات، فيها جامعة اسمها جامعة لين شوبينج، تأسست 1900 وخشبة. شطران انا في السنوات. هذه سلبيات انك تيجي مع واحدة حرمة ماشي وراها مثل الارنب، ما ادري شو تبغي، وانا ما ابغي اشتري اي شيء، خروف انا، كل شيء اقعد على الكنبة، هالكنبات زين سوى حق الرجال. بعد شو ورانا؟ انا بوقف هنا. استحملوا الحريم يا جماعة، مدينة صغيرة يعني تقدر تلفها ما ادري ساعة. بعدين كنا نبغي نروح متحف، بعد المتحف مسكر عشان الكورونا، الكورونا هذه خربت البيوت. طبعا اكثر المحلات افلست، عندهم عروضات اكثر من 70% خلاص بيسكرون، مثل هالمحل اسمه انتر سبورت، 70% تخفيضات، ملابس رياضيه، ادوات رياضيه، دراجات، اي شيء. هذا حال السويد في زمن الكورونا. سوينا نحن، لفينا شوية محلات ملابس وشربنا وخلاص. وين راح الناس؟ اليوم سبت يعني، فالحين بنرد البيت بعد شوف بنسوي، لا نروح ديسكوهات ولا نروح حفلات ولا نشرب. هم هذول اللي يشربون في الليل يطلعون يروحون ديسكوهات، والمدينة تلفها يمكن بساعة. أقدر ألف المدينة بساعة؟ ما ندري ايش كبرها ليل الحين، ما نعرف. إن شاء الله فرصة ثانية خلال الصيف بنلف المدينة هذه، بنحاول نلفها خلال ساعة الأماكن أكثر. إيه، عشان الكورونا مسكرين كل مكان. اليوم كنا بنروح مكان تاريخي، في طائرة حربية ولا؟ طائرات حربية. طائرات حربية، نستكشف شوية، ما قدرنا، مسكر لسبب ما ألا وهو الكورونا. الناس كلها خايف مني عشان وياه هذا. اليوم دخلنا محل، واحدة دخلت في الزاوية هربت، تحرى عندي كورونا ولا شو السالفة، ما درينا. خلاص وصلت البيت، جولة بسيطة في المدينة، استكشفنا المدينة الصغيرة هذه، مدينة لين شوبينج. ما ادري شو اقول لكم يا جماعة، انا صراحة ما اعرف عن المدينة هذه، عاد كيف انا اعرفكم عليها؟ احترنا والله، الا فيها جامعة واحدة ومركز صغير ومستشفى واحد ومئة ألف شخص، وهذه المعلومات تعرفتوا عليها. ونوديكم مدينة ثانية في السفر الجاي إن شاء الله. أقول كان معاكم ناجح، والسلام عليكم.